أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عزم الحكومة استكمال جهود الإصلاح على الأصعدة كافة والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها المحددة. وخلال ترأسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي الأول، وجه مدبولي بضرورة التنسيق بين الوزارات المختلفة للعمل على ضبط الأسعار ومواجهة محاولات الاحتكار والاستغلال، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتماما بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم وتطوير الجهاز الإداري للدولة. كما عرض مدبولي خلال الاجتماع تكليفات وتوجيهات رئاسية حول المحاور الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق أمال وتطلعات الشعب المصري.